بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمسي عليكم مشاهدينا ومتابعينا في بعد السادسة. اليوم عندنا الكثير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة. اسمحوا لي في البداية أمسي بالخير على زميلتي فاطمة. مساء الخير. مساء الخير عيد، ومساء الخير لكل مشاهدين ومتابعين برنامج بعد السادسة. نسمع قال زميلي عيد، اليوم احنا محضرين لكم وايد مواضيع، واهمها راح يكون لنا لقاء مع الدكتور يعقوب احمد باقر استاذ التمويل في جامعة الكويت، والحديث عن الاقتصاد الكويتي قبل وبعد كورونا. ايضا راح يجمعنا لقاء مع الاستاذة حصة ساكت العنزي عضو مجلس الشباب الكويتي، وحديث عن دور الشباب في محافظات الكويت من خلال مجلس الشباب الكويتي. ولإنجازات دولتنا الحبيبة الكويت في مشاريعها المستقبلية نصيب كبير في حلقتنا اليوم. راح يكون معانا مشروع توسعة مستشفى الفروانية، وأيضا الإنجازات في مشروع الكويت للسرطان، وأيضا مسيرة الإنجازات مستمرة في توسعة شارع القاهرة. وما ننسى مشاهدينا أن زميلتنا المجتهدة دائما بفقراتها المميزة ريم التيتون مستمرة معنا في هذا التميز، وهالمرة راح يكون عندها فقرة عن المأكولات الهندية. ومعنا أيضا الحملة الوطنية لمكافحة السرطان كان واندماج ذوي الاحتياجات الخاصة والأصحاء من خلال المشاركة في مسابقة للسباحة. أما الحين نبلش الحلقة مع آخر إحصائية لوزارة الصحة في رصد الإصابات بكوفيد-19. اللهم لك الحمد. تراجع بنسبة كبيرة للإصابات الخاصة بكوفيد-19، ونستمر يعني بإذن الله في مواصلتنا لعملية دعم مبادرة التطعيم والالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بوزارة الصحة حتى تعود الحياة إلى ما كانت عليه. اللهم لك الحمد، وصلنا إلى نسبة 70% من عملية التطعيم، والهدف كما قال المتخصصين والاستشاريين في وزارة الصحة هو الوصول إلى 80% حتى يعني تكون هناك مناعة مجتمعية كاملة بإذن الله، وتعود الحياة بجميع مجرياتها إلى طبيعتها. وأيضا لا ننسى الاستعدادات الخاصة بوزارة التربية والمدارس والإجراءات الصحية، ودائما نشدد على عملية المبادرة بالتطعيم حتى نعود دائما في حياتنا بإذن الله. فلذلك مهما كان عندك يعني آراء مختلفة أو لا غيره، نتمنى أن نتجاوز مثل هذه الأمور ونبادر في التطعيم حتى تعود الحياة، لأن أنت اليوم متصل في هذا المجتمع مجتمع كامل. احنا متواصلين معكم في برنامجكم برنامج بعد السادسة، وننتقل إلى الحملة الوطنية لمكافحة السرطان كان واندماج ذوي الاحتياجات الخاصة والأصحاء من خلال مشاركة مسابقة للسباحة في نادي كارما. تقيم الحملة الوطنية لمكافحة السرطان مسابقة السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم، وأنا سعيد جدا لأن المسابقة كانت جميلة، وذوي الاحتياجات الخاصة أثبتوا فعلا قدرتهم على الاندماج في المجتمع، وهذا أحد أهداف هذه المسابقة. نحن في الحملة الوطنية لمكافحة السرطان كان نؤمن إيمان يقيني أن التوعية الصحية مرتبطة ارتباط وثيق بالتوعية الرياضية، وبالتالي عندما نوعي المجتمع توعية رياضية هذا يؤدي إلى مفهوم خاص في التوعية العامة للصحة، وبالتالي تجنب كثير من الأعراض السلبية وتجنب مسببات المخاطر التي قد تؤدي إلى كثير من الأمراض المزمنة وعلى رأسها الأمراض السرطانية.
اليوم لأول مرة طبعاً احنا نكون موجودين مع حملة السرطان، ولأول مرة طبعاً نشكر إدارة نادي كاظمة اللي عملونا اليوم أبطال الكويت معاقين مع الأصحاء، هذه اللي أول مرة تصير، واليوم حبينا نشارك معاهم في هذا الحفل، والحمد لله كان وجودنا فعال، وأبطال الكويت المعاقين أثبتوا الوجود مكانهم إن في أبطال الكويت معاقين في السباحة. المسابقة كانت ناجحة الحمد لله، وأنا الحقيقة سعيد جدا بتواجدي مع أبنائي ذوي الهمم، وسعيد أيضا بأن يعطيهم البسمة عن طريق التشجيع الذي نالوه، وأتمنى أن يستمروا بالرياضة لأنها أحد أهم الأسباب التي تقي الإنسان من الأمراض جميعا. عزيزي المستهلك، المياه من أساسيات الحياة الضرورية، لنتعاون في المحافظة عليها من خلال التأكد من عدم وجود تسريب مياه في الشبكة الداخلية للمياه، والحرص على تركيب مرشدات المياه لخلاطات دورات المياه والمطابخ، استخدام خرطوم مياه مع خاصية ضغط الهواء لغسيل السيارات، وتجنب ري الحدائق أثناء فترة ارتفاع درجة حرارة الجو. طاقتنا نستخدمها بقدر حاجتنا. مشاهدينا، دائما دولة الكويت تحط أبنائها وشبابها محل فخر واعتزاز واهتمام، وهذا الشيء شفناه من خلال الحملات الوطنية اللي تنفذها قطاعات الدولة بكل مجالاتها من أجل دعم الشباب. وبعد الفاصل راح تكون معاي الأستاذة حصة العنزي من مجلس الكويت للشباب، وراح يكون لنا حديث، ولكن من بعد هذا الفاصل. ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج بعد السادسة. مشاهدينا، الشباب هم عماد الوطن والثروة الحقيقية لكويت المستقبل، والدولة ممثلة بالهيئة العامة للشباب تقدم الكثير من البرامج والدورات لصقل مواهبهم ودعمهم في بناء مستقبلهم. حصة ساكت ماطر العنزي. اليوم مجلس الشباب الكويتي، أول مجلس مخصص للشباب الكويتي، 101 شاب كويتي وكويتية يتنافسون على مقاعد هذا المجلس. من خلال القرعة اليوم ستقام لاختيار مرشحين لنيل اليوم هذه المساحة الاستشارية للشباب الكويتي ودعم المنظومة الشبابية من خلال مشاركة الشباب وتفاعلهم في القضايا الشبابية. أما الحين مشاهدينا، نرحب بالأستاذة حصة العنزي، عضو مجلس الشباب الكويتي في محافظة الجهراء. يا هلا ومرحبا فيك، وحياك الله معنا في بعد السادسة. يا هلا والله أختي فاطمة، مشكورين على الاستضافة. حياك الله. يعني حصة، في البداية نبي نعرف أكثر عن مجلس الشباب الكويتي وشنو دوره واختصاصاته. مجلس الشباب الكويتي جت فكرتها من عقب مؤتمر الكويت تسمع، اللي كان تحت رعاية صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه، وكان في توجيهات سامية بإنشاء منصة
للشباب للاستماع إلى آرائهم وطرح قضاياهم، وبناء عليه تم إنشاء مجلس الشباب الكويتي اللي هو بصفته استشاري، وأيضا يضم 36 عضو وست أعضاء من كل محافظة في الكويت، وثلاثة ذكور وثلاثة إناث أكيد، مع مقعدين لذوي الاحتياجات الخاصة. ومن اختصاصاته أكيد راح يكون في أكثر من اختصاص، أهمها تركيز على القضايا الشبابية، راح نطرح القضايا الشبابية وإيجاد حلول مناسبة لها وإيصالها لأصحاب القرار في الدولة. وأيضا راح يكون في تعزيز دور الشباب في الكويت، وراح يكون في تواصل بين الشباب وأيضا الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني. أهم في أكثر من اختصاص حابة أني أذكره، راح يكون في تواصل مع المجالس الخارجية الشبابية. كنا احنا أول مجلس تأسيسي في الكويت، فأكيد نحتاج أن نستفيد من الخبرات السابقة، وهم راح نركز على تطوير الاستراتيجية المتعلقة في الشباب لتنمية الشباب بإذن الله. يعني حصة خلينا نوضحها حق المشاهدين، منو الفئة العمرية المستهدفة في المجلس؟ الفئة العمرية راح تكون الشباب بشكل عام. نعم. من عمر 14 سنة إلى 34 سنة إن شاء الله. نعم. إنزين، وكونك أنت عضو مجلس إدارة في هذا المجلس، نبي تقييمك لدور وأداء المجلس بالفترة السابقة. للحين ما تم في مناصب لمجلس الشباب، والمجلس السابق في 2019 كان عمره قصير، تقريبا بلش في شهر 5، القرعة تمت في نص رمضان. عقبها كان في مخيم العاملين مع الشباب تحت مظلة الهيئة العامة للشباب أكيد، وبإشراف وإدارة المدير العام آنذاك والوزير الحالي السيد عبد الرحمن المطيري. كان فترة مخيم العاملين مع الشباب شهر كامل. نعم. ما قصروا معنا كل العاملين. نعم. كان يهدف إلى صقل المواهب الشبابية وتطوير قدراتهم، وأيضا كان يساعد في فن الحوار مع الشباب، والهوية الوطنية أكيد كانت موجودة في هذا المخيم. وأكيد الشكر كبير لكل العاملين على الشباب، لأن ما قصروا معنا في المجلس السابق اللي كان فترة حيل قصيرة، تقريبا أقل من شهر شهرين، يعني من رمضان لشهر 8. فالحمد لله استفدنا كثير من مخيم العاملين مع الشباب. نعم. عقبها تم إبطال المجلس، والحين اليوم احنا في مجلس 2021. إذا خلينا نتكلم عن المجلس الحالي، شنو الأفكار اللي طارحينها للتقديم وللتنفيذ؟ حاليا الأفكار كثيرة ومتعددة. نعم. كنا 36 عضو، 36 فكرة أو أكثر. أكيد راح يكون في تطوير لمراكز الشباب، ولكن على الصعيد الشخصي حابة أني أركز على التعليم والبطالة، كون أني حابة أني أطرح آليات إن شاء الله تساعد في تطوير التعليم في الكويت وتخفيف البطالة في المجتمع. يعني حصة ما يخفى لا عليك ولا على مشاهدينا أن دولة الكويت دائما تقدم الدعم للشباب الكويتي في جميع القطاعات وفي جميع المجالات وفي جميع الاختصاصات. أكيد. كلمينا عن هذا الدعم، يعني من صوبكم أنتم كالمجلس الخاص بالشباب الكويتي؟ المجلس أكيد حصل الدعم الكافي من الدولة بتوصيات صاحب السمو وولي عهده، وأكيد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب السيد عبد الرحمن المطيري، حريص جدا على دعم الشباب في كافة المجالات. نعم. يعني حصة أنت مسؤولة عن قطاع الجهرة أعتقد. ليش المجلس تم تقسيمه إلى ست قطاعات؟ ليش ما تم وضع هذا المجلس بدائرة واحدة تضم كل قطاعات ونطاقات الكويت؟ تم تقريبا القرعة على كل محافظات الكويت عشان تكون فرصة للشباب من كل المحافظات للمشاركة في هذا المجلس، كون المجلس التأسيسي الأول في تاريخ الكويت، والحمد لله نصهم ذكور ونصهم إناث من جميع محافظات الكويت. إذا خلينا نتعرف أكثر على دوركم كعضو يعني مجلس إدارة، هل يحق للعضو الاشتراك في دورتين متتاليتين أو التصويت مرتين يعني في نفس المجلس؟ هل هالشيء راح يتم تحديده بعد انعقاد
الجلسات إن شاء الله راح يكون في لائحة داخلية يحددها الأعضاء، وبإذن الله راح يتم تحديد إذا في الأعضاء يقدرون يشاركون مرة ثانية أو لا. يعني أكيد الحين وايد من المشاهدين ودهم أنهم ينضمون لهذا المجلس، فشلون طريقة العضوية في هذا المجلس وين يتوجهون اللي حابين أنهم يشاركون أو يكونون عضو في هذا المجلس؟ أكيد أكيد من شروط العضوية في هذا المجلس أن من 18 إلى 34 سنة، أن يكون أقل مؤهل دراسي عنده ثانوية عامة، يكون في ملم بالأعمال التطوعية أيضا، وأكيد يكون في خطاب تزكية. والتقديم كان عن طريق الهيئة العامة للشباب، والمجلس الشباب طلع عشان الشباب، وأكيد باب مفتوح حق الشباب، وإحنا نحرص الدعم الكامل من الشباب. إنزين، هل العضوية تتطلب التفرق التام للمجلس ولا عادي ممكن أن شخص يكون موظف في القطاع الخاص أو القطاع العام وأيضا يكون عضو في المجلس نفسه؟ بخصوص التفرق، هو ماكو تفرق، لكن إذا كان في مهام أساسية وأشياء خارجية أن يضطر العضو أنه يروح لها، أكيد راح يكون في تفرق في هالفترة المحددة. إنزين، وفي حال خلو كرسي في المجلس نفسه، هل يتم استبداله على طول؟ هل في تصويت؟ شلون الطريقة؟ إذا تم خلو أحد مقاعد الأعضاء، أكيد إحنا كان في الفترة لما كانت القرعة تم اختيار 36 عضو في كل محافظات الكويت. نعم. عقبها تم اختيار الأعضاء الاحتياط موجودين أكيد معنا حاليا، فإذا أي عضو طلع من أي سبب من الأسباب راح يتم اختيار أعضاء من الاحتياط، وراح يحطونهم حسب المعايير اللي هي محافظة، وإذا كانت بنت بيحطون بنت بدالها، أو إذا كان شاب هم بيحطون شاب بداله. يعني حصة عرفنا من كلامك أن الأجندة الخاصة في المجلس في السنة الحالية ما شاء الله مليانة، فشنو طبيعة العمل في المجلس الشباب الكويتي؟ مجلس الشباب الكويتي هو ياخذ الصفة الاستشارية. نعم. وراح يتم أكيد، هذا يعتبر مجلس تأسيسي، وبإذن الله المجلس راح يكون عليه شغل عشان يمهد الطريق للمجالس الجاية ويحدد نجاحها بإذن الله. وهل في مبنى خاص فيكم يتم فيه الاجتماع، وأيضا في إدارات معينة خاصة في المجلس؟ يعني ودنا لو تعرفينا أكثر على طبيعة هذا المجلس بشكل عام. بخصوص المبنى، أكيد راح يكون في مبنى. نعم. وين راح يكون؟ للحين ما تم إعلان عنه، لكن نعم، راح يكون مبنى خاص لمجلس الشباب الكويتي، وراح يتم الإعلان عنه إن شاء الله عقب. كل التوفيق لكم حصة على هذه الجهود اللي تأدونها والدعم المستمر للشباب، ومشكورة على تواجدك معنا في برنامج بعد السادسة. مشاهدينا، كل الشكر للأستاذة حصة العنزي، عضو مجلس الشباب في محافظة الجهراء. كل الشكر والتقدير للزميلة فاطمة وضيفتها الكريمة. زيادة ساعات العمل في الأسواق أدى إلى انتعاش الحياة الاقتصادية في الكويت، الأمر اللي انعكس على الاقتصاد الكويتي بشكل إيجابي والله الحمد، وخصوصا بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بمزيد من الانفتاح للعديد من الأنشطة. حياكم الله، ما شاء الله الحركة ردت على الأسواق الكويتية، الناس رايحة رادة، هذه بشارة الخير لعودة الحياة الطبيعية. اليوم راح نتعرف وياكم على عودة السوق الكويتي وانتعاش الاقتصاد بعد إلغاء ساعات الحظر على المحلات التجارية، تابعونا. والله بالعكس الحين الحركة صارت أكثر، والزباين نزلوا على الأسواق بدون خوف بدون أي شيء، والحمد لله استقبال وبيع ومرابح زيادة بعد أكثر من لازم. إيه، في أنا وأمي قمنا نية أكثر، ويعني وناس أكثر من قاعدة البيت كذي يعني. والله الحركة صارت أحسن من قبل، عشان الناس بدت لما تطلع ثمان وفوق بالليل، فهم الحركة يصير عندنا أحسن، والسوق يتحرك، وبعدين الناس تدري بالليل يطلعون والجو حار أفضل لهم، والحمد لله الوضع طبيعي وايد زين أحسن. والله الحمد لله الحين بدأت الأمور تتحسن أحسن من أول. للساعة 10 نظل هنا السوق، يلا يسكر احنا هنا احسن شوي من اول.
بالنسبة من الساعة 8 إلى الساعة 10 يكون في فرق وايد الحمد لله، ساعتين وممكن بعد 10 ونص برا يكون مال 10 ونص بيا شوي رجل، في ناس تطلع عارف شلون؟ الحمد لله أنا راضين يعني. والله في بس قبل أكثر زحمة لأن الساعة 8 تلاقي زحمة، الحين لا يعني على مدى الساعة 10 بالليل سكت 9 ونص الحمد لله يعني زين. زين سوق الذهب هالفترة هل صار في نشاط أكثر؟ أكثر من قبل. قبل يمكن 10% البيع، الحين يمكن 30% صار البيع. والله شوف من يوم ما تغير الوضع، وضع الساعة طبعا ساعات العمل والوضع الحركة صارت أحسن من قبل بوايد، وايد أحسن الحمد لله يعني. صارت أفضل من قبل. إن شاء الله. إن شاء الله دوم دائما. الحين قاعد يقول هالفترة الناس إقبال أكثر على الذهب الأصفر. نعم صح. ليش إنه شوف حاليا الذهب كل ما له قاعد يزيد، سعره قاعد يرتفع. والناس قاعد تتجه لصوب الذهب لأنه أفضل استثمار واستثمار ناجح. أي أحسن من أول شوية، بدأ يتحسن شوية. يعني قبل كان كم الحين صار كم؟ يعني مثل أول نسبة قليلة كلش، يعني يمكن الأجار ما يطلع. الحين الحمد لله شوية دوام زاد شوية والحركة بدأت تفتح الأمور أحسن من أول. شفتوا معانا من خلال يوم تقريرنا حركة السوق ردت بانسيابي وكل شيء رد طبيعي وانتعش الاقتصاد مع التزام بالاشتراطات الصحية. نشكركم على الحسن المتابعة ونلتقي معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. مع السلامة. شكرا عبد العزيز. لازلنا مستمرين معكم في هذا البرنامج ونرحب بالدكتور يعقوب احمد باقر استاذ التمويل في جامعه الكويت والحديث عن الاقتصاد الكويتي قبل وبعد كورونا. يا اهلا ومرحبا فيك دكتور. شكرا على قبول هذه الدعوه. الله يسلمك. شكرا لكم. الله يسلمك. شكرا. يعني دكتور اليوم موضوع جدا مهم خاص بالاقتصاد الكويتي، احنا نتكلم عن كيف كان تجاوب الاقتصاد الكويتي مع هذه الأزمة، أزمة كورونا؟ صحيح أخوي عيد، إحنا عندنا في كان في بالنسبة حق الاقتصاد الكويتي قبل وبعد كورونا كان عندنا مشاكل واختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي، ولكن كورونا مثل تقول أبرزها إلى خلاها ظاهرة بالسطح. ودائما إحنا نقول إن الأزمات تخلق فرص، فلازم المفروض احنا نستغل كانت الازمه الاقتصاديه في سبيل تطوير وتحسين اقتصادنا. وهناك كان في بعض المؤشرات مثل ما راح نتكلم عنها بعد شوي مؤشرات ايجابيه تدعو الى التفاؤل، ولكن في بعض الامور ايضا تحتاج ان السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه يشتغلون للنهوض بالاقتصاد والاصلاح بعمل اصلاحات مرجوه للنهوض بالاقتصاد. فلو احنا لو نتكلم في فتره في بدايه كورونا لما كان في الحظر الكلي وكل شيء تسكر، العملية التجارية أصابها حالة من الوقوف، وبالتالي الأسواق أصابها حالة هلع. والكويت ما كانت ترى في معزل، ترى كل دول العالم حاشها هذا الأمر، فشفنا انهيار في أسواق. لو نرجع بالذاكرة شوي إلى مارس من العام الماضي صار في هلع في الأسواق، المال والأسواق البورصة مثلا انهارت في أمريكا وفي دول العالم، والكويت لم تكن في معزل عن هذا الأمر، لأن العملية التجارية لما أنا ما أقدر أشتغل وما أقدر أسدد التزاماتي، فبالتالي ما أقدر أدي التزاماتي على البنوك، فبالتالي هالسلسلة أدت إلى أن العالم كله توقف، وبالتالي مثل ما نقول انهار اقتصاد، معدلات البطالة زادت. هذا أمر طبيعي، هذا أمر واجهتك كل دول العالم حزتها. لكن المشكلة اللي يمكن صارت تأثيرها خلينا نقول مضاعف على الكويت، إن صاحب ذيك الفترة أيضا انخفاض كبير في أسعار النفط. نعم. كان تذكرون في العام الماضي أكيد إحنا اقتصادنا يعتمد في نسبة كبيرة جدا على أسعار النفط. أسعار النفط الآن الحمد لله رجعت إلى أمور أفضل. نعم. ولكن في السنة الماضية كان نزلت إلى مستويات يعني جدا نازلة، فبحيث إنه السنة الماضية كان عندنا هناك عجز في الموازنة ليس جديد، احنا صارنا يمكن 5 سنوات كانت عجز، ولكن طغى اكثر في السنة الماضية. لذلك السنة الماضية كان هناك فعلا الكويت في وكل دول العالم كانت في وضع لا يحسد عليه، لذلك الحكومات عملت سلسلة من الدعومات وسلسلة من الحزم الاقتصادية اللي نسميها لتنشيط الاقتصاد في الكويت. اي نعم. فاحنا مثلا لما نتكلم عن السياسة المالية والسياسة النقدية اللي اتخذها الكويت في سبيل التصدي لهذه الأزمة، نرى البنك المركزي مثلا كلاعب رئيسي
كتجاوب مع اللاعبين الرئيسيين في العالم في هذا الأمر وخفض أسعار الفائدة بما يتناسب مع المستويات العالمية، طبعا تخفيض أسعار الفائدة لتنشيط حركة الاقتصاد. كذلك شفنا حزم أخرى من ناحية البنوك أجلت الأقساط سواء على الأفراد، وكذلك في هناك كانت حزم معينة حق الشركات، فكل هذه الحزم أدت إلى مثل ما نقول تنشيط الاقتصاد، وكان حقيقة لا بد منها هذه الحزم. يعني إحنا قاعد نتكلم مثلا عن أمريكا أكبر اقتصاد في العالم، يعني كان هناك حزم يعني بأرقام خيالية، إحنا قاعد نتكلم عن تريليونات الدولارات كانت حزم، ووصل الأمر إن كانوا في أمريكا أصلاً يعطون كل الأمريكيين الشيكات بمبلغ معين، يعني حتى بدون عمل أو بدون أي جهد، لأن كان بالضبط لأن معدلات البطالة وصلت إلى معدلات كبيرة جداً. لكن اللي حاب أشير له أخوي عيد إن خلال بعد ما يرجع الأسواق تنفتح شوي وبعد ما شفنا أثر اللقاحات. نعم. هذا فيها نقطة أنا. شنو مؤشرات تعافي السوق الآن؟ يعني الآن إن شاء الله الحمد لله رب العالمين في عودة تدريجية للحياة وطبيعتها وأسواقها، ولكن هل هناك مؤشرات تعافي واضحة في السوق المحلي الكويتي؟ يمكن مفارقة تاريخية أخوي عيد، دائما هذه يمكن ما لها تفسير، ولكن دائما الأزمات الصحية أثرها الاقتصادي خصوصا في أسواق المال تبين بسرعة، يعني الأثار الاقتصادية خصوصا في أسواق المال ما تطول. فإحنا نشوف مثلا في شهر 3 من العام الماضي كان هناك مثل ما قلنا هلع، ولكن بعد كم شهر أصلا وصلت أسواق المال وأسعار الأسهم مثلا في البورصات العالمية إلى مستويات تاريخية واستقرار، مستويات لم تصلها في السابق أصلا. يعني كل هذا كان بفضل الحزم وبفضل الحزم اللي اتخذتها الحكومات والمساعدات اللي اتخذت الحكومات في تنشيط الاقتصاد. لذلك احنا نرى بوادر إيجابية بالنسبة حق اقتصادنا المحلي، نرى هناك صراحة شيء يعني يدعو للمفخرة من ناحية مثلا أداء الصندوق الاستثماري للتأمينات الاجتماعية، مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالإدارة اللي يمكن نسمعه كثير من الناس بالأداء التاريخي لهم في الربع سنوات الماضية، تحقيق عوائد قياسية وتاريخية. كذلك في الهيئة العامة للاستثمار وجدنا هناك أيضا تحقيق عوائد قياسية. هذا أثر الاقتصاد المحلي؟ بالتأكيد بلا شك، أي جهة حكومية تعود بالنفع خصوصا أن هي مالك رئيسي في كثير من الشركات في الكويت. كذلك أن التعافي وصل مثل ما قلنا إلى الأسواق العالم ككل، وهذا طبعا يرجع يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الإدارة الناجحة لهذه المؤسسات اللي قلنا عنها. ولكن هذا يعني مثل ما قلت في البداية أخوي عيد، الأزمات تخلق فرص وتخلينا مثل نبطل عيوننا على المشاكل الحقيقية والأمور الاختلالات لها الكيلية اللي نجدها في اقتصادنا. كثير من الاقتصاديين أخوي عيد كانوا يحذرون من سنوات طويلة أن يا جماعة حتى في وقت البحبوحة، حتى في الوقت اللي الكويت كان فيها يعني اقتصادنا منفتح وإحنا إن شاء الله نعيش في مو عجوزات مثل الحين لما كنا نعيش في فوائض، يا جماعة ترى إحنا متجهين إلى اتجاه خاطئ، فلازم عمل إصلاحات اقتصادية مثل استعانت فيهم الحكومة الكويتية مثل مكتب توني بلير، الأستاذ الكبير جاسم السعدون، ماكنزي والبنك الدولي وغيرهم. وأنا تشرفت أني كنت من ضمن مجموعة من الدكاترة في جامعة الكويت قدمنا رؤية اسمها رؤية قبل فوات الأوان لاقت صدى، أن ضرورة عمل إصلاحات اقتصادية هيكلية لاقتصاد. نعم، لأن الوضع إذا احنا استمرينا عليه الآن أخوي عيد، يعني احنا قاعد نتكلم الحين عن حوالي أكثر من 400,000 كويتي الآن متخرجين من ثانوية بيروحون الجامعة، هذول خلال أربع سنوات إذا وين بنوظفهم؟ وين الحكومة بتلقى لهم رواتب؟ فإحنا فعلاً نعاني من يعني مشاكل اقتصادية، فلازم حل، لازم لتنشيط الاقتصاد، لازم تنشيط القطاع الخاص، الحلول موجودة. مشاريع قوانين تكون
بالضبط. وعلى فكرة العجوزات اللي كنا نعاني منها بالسابق دليلها واضح الآن في التصنيف السيادي للكويت. نلاحظ مثلا أن كثير من التصنيفات الائتمانية S&P وموديز وغيرهم في السنة الماضية والشهور الماضية خفضوا تصنيف الكويت بسبب مشاكل السيولة اللي نعاني منها بالكويت. صحيح الآن أفضل بسبب ارتفاع أسعارنا. تصنيفنا منخفض جدا؟ لا الحمد لله ليس, لا ليس منخفض, لا زال مستويات جيدة ولكن خفض عما كنا عليه في العام الماضي. ليش؟ لأن أخوي إحنا لما كان عندنا عجوزات في الخمس سنوات الماضية وين كنا نمول هذا العجز؟ نموله من صندوق الاحتياطي العام وهو مختلف عن صندوق الاحتياطي للأجيال القادمة. صندوق الأجيال القادمة اللي هو الاستثمارات اللي تديرها لها مع الاستثمارات هي عمل استثمار وغيرها. أما صندوق الاحتياطي العام فاستنفذ بالكامل خلال خمس سنوات الماضية لأن خمس سنوات عندنا عجوزات. من وين نمول هذا العجز؟ نأخذه كنا من صندوق الاحتياط العام. فمن السنة الماضية وأيضا هالسنة كان في عندنا مشاكل بالسيولة, علشان كذي وكالات التصنيف العالمية شافت إنه والله عندنا مشاكل في السيولة فمثل عطونا ها ترى قرصة شوي لازم تصنعون وضعكم, لازم يا حكومة ومجلس شرطة تشريعية وشرطة تنفيذية تشتغلون مع بعض لعمل إصلاحات اقتصادية. وهذا أصلا يعني معناه كثيرا من السلطة التشريعية ومن السلطة التنفيذية من سمو رئيس مجلس الوزراء ومن الأخ رئيس مجلس الأمة لعمل إصلاحات اقتصادية. وهذا بالفعل المفروض أن, 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 أن يصير, وهذا اللي نأمل له صراحة يعني لأن الوضع بصراحة أخشى أن إحنا ليس عندنا الخيار. نعم. كلمة أخيرة دكتور أو رسالة حابة توجهها عبر منبر هذا البرنامج. والله اللي أحب أوجهه أخوي عيد أن مثل ما قلت توني الحكومة والمجلس السلطة الشيعة والسلطة التنفيذية يجب أن تتعاون, وكفانا صراع سياسي يجب أن نتعاون لعمل للمصلحة الكويت ولعمل الإصلاحات الاقتصادية المرجوة. والحلول موجودة ترى, والحلول ما هي صعبة ولكن يبيلها إرادة. الحلول ما هي صعبة موجودة ولكن يبيلها إرادة وتحتاج تعاون السلطتين. الصراع السياسي للأسف مثلا قانون الدين العام متعطل بسبب صراع سياسي وهذا أمر لابد منه مع عمل إصلاحات اقتصادية. فالصراع السياسي هذا ما هو جيد ابدا, لازم تعاون جميع السلطات لسبيل النهوض باقتصاد الكويت باذن الله. بارك الله فيك, شكرا على تواجدك معنا. شكرا دكتور. شكرا اخوي, كل الشكر والتقدير للدكتور يعقوب احمد باقر استاذ التمويل في جامعه الكويت. ولازم نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج رؤيه كويت 2035 مستمره والانجازات لا تتوقف. جميع جهود الدوله والعاملين في القطاعين العام والخاص تتضافر للوصول لهذه الرؤيه وتحقيق حلم كويت جديدة. إشراقة جديدة. مشاريع الكويت المستقبلية. مشروع توسيعات مستشفى الفروانية. نسبة الإنجاز 67.6%. يتسع ل 955 سرير. مبنى للخدمات. مبنى رئيسي، مواقف للسيارات، مبنى طب الأسنان. مشروع ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية. مشروع شارع القاهرة 7 كيلو من الطريق، 3 أنفاق إجمالي 2.3 كيلومتر، جسر التفاف علوي، 7 جسور للمشاة، 5 جسور خدمات. عمل وإنجاز للمشاريع لا يتوقف. مشروع مركز الكويت للسرطان، نسبة الإنجاز الفعلية 45.63%. يضم 618 سرير، البرج الشرقي 12 دور، أما البرج الغربي يتكون من 8 أدوار. مواقف للسيارات كبيرة، يعتبر من أكبر المشاريع الطبية ضمن رؤية الدولة المستقبلية.
مشروع الصباح الجديد، نسبة الإنجاز 78.2% ويضم 617 سرير، مبنى مواقف للسيارات ومبنى آخر للخدمات ومبنى إداري ومبنى رئيسي وأيضاً مبنى للعيادات والصيدلية. مشروع حيوي لرؤية كويت جديدة. إشراقة جديدة، جهاز متابعة الأداء الحكومي. ما شاء الله، جهود جبارة تبذلها جميع جهات الدولة للنهوض بدولتنا الحبيبة الكويت ورؤية كويت جديدة 2035. أما الحين ننتقل إلى زميلتنا ريم التيتون واللي عودتنا معاها على التقارير اللي جوها حلو خفيف ومفيد. خلونا نشوف معاها شنو قصة السمبوسة. لسان الحال يقول نحن نقدم لكم أفضل المأكولات الهندية الخفيفة والمغمورة بالزيت. طبعاً هذا الدكان متخصص بالمأكولات الهندية الخفيفة، من أقدم الدكاكين اللي في المباركية وصار له 40 سنة. إذا فكرت أنك تجي هذا المكان راح تشوف أصناف معينة ما راح تضيع، يعني لما أنت تطلب في السموسة الهندية الكبيرة والبطاط أو الآلو والسموسة العادية. طبعاً أنتوا الحين تسألوني شلون اسمها سموسة، الحين بقول لكم القصة. तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें जीवन के अंधेरे में बिखर जाए। الحين عطني سمبوسة، عطني سمبوسة بطاط وسمبوسة جبن وأبي آلو، آلو واحدة. تبون تعرفون القصة؟ تعالوا معي. سمعوا قصة السموسة. ابن بطوطة ذكر في أحد كتبه أو في أحد رحلاته وهو رايح للهند زار حاكم الهند، ولما زاره قدم له طبق في أكلة اسمها سموسة محشوة بالجوز واللحم، وهذه السموسة هي السمبوسة، وكانت ما تعطى إلا أو تؤكل إلا من الطبقات المخملية اللي في الهند ذيك الفترة، وانتشرت مع الهجرات لأوروبا والدول العربية وخصوصاً الخليج والكويت، وصارت من سموسة إلى سمبوسة. أشوفك طالبة سمبوسة، تحبين السمبوسة؟ والله عجبتني وايد، حارة وجبن وفيها خضرة بعد مشكلة. في أحد ما يحب السمبوسة؟ تحب السمبوسة؟ إيه نحب السمبوسة. شنو طلبتي؟ حشو وجبن، العيال يحبون الجبن وأنا أحب الحشو. حلو. تحبين السمبوسة؟ أحبها. سوين بالبيت؟ إيه ساعات، إذا نخل سوينا، مع نخل سوينا جاهز. سمبوسة هذه الجبن والخضرة أحلى شيء، بس ما أخذ أنا وايد أكثر الأشياء، ما أحب السمبوسة خضرة وجبن. في الخليج والكويتيين بالتحديد يحبون السمبوسة وايد ويحبون قرمشتها، وخصوصا ربع الدوامات يعرفون السالفة، قبل لا يروحون الدوام يأخذون لهم شباتي وسمبوسة وقلاص جبن ويروحون الدوام ويدقون فيها. أكثر شيء تأكلينها بالدوام ولا؟ صاري المغربيات مع الشاي طقطقين فيها، طقطق فيها مع الحب وسوالف وقاعدة هالوقت هذا، طقطقين فيها على المغرب سناك. والصبح؟ لا ما أحبها الصبح، يعني يا الضحى يا هالحزة بس. فضل 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 تعجب سموسة تعجب فضل 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 تعجب فريس فضل. تتوقعون أقدر أقول نفسه؟ أنا بالنسبة لي لا. أنا والله مكست بين الخضرة والجبن، أساس صاحبي يحب الجبن. يحب الجبن؟ إيه بس هذا مكست بين الخضرة والجبن. المكان هالمطعم على طول تشيونه هالدكان؟ كباب خضرة، سموسة بطاطا شنغاري، رول جبن، رول خضرة. سموسة بطاطا. هذه سمبوسة بطاطا تشوفوها؟
شوي فلفل داخلي. طاط فيها فلفل؟ شوي فلفل اي. ما عندك هذا الصوص الفلفل؟ فلفل ما في، في طاولات في نفرات قاعده سفاري بيا انا والله. طبعا السمبوسه يا جماعه من سمبوسه محشوه باللحم واليوز تغيرت وصارت سمبوسه على خضره وسمبوسه على جبن مالح وهلبينو، واخر شيء تفننوا الحريم وصاروا يسوون السمبوسه على بيتزا بعد، هذه جديده. وهذه كانت قصتنا عن السموسة أو السمبوسة، هذه الأكلة الخفيفة اللي كلنا نحبها. إن شاء الله عجبكم تقريرنا، ولا تنسون تأكلون سمبوسة. مع السلامة. عيد، يعني زميلتنا ريم ذكرتنا بالأجواء الرمضانية والمائدة الرمضانية اللي ما تخلى من السمبوسة، ولكن عيد الحين صار في هبات بالسمبوسة، في سمبوسة يعني قبل كان متعارف عليه الجبن والخضرة، الحين صار في سمبوسة بيتزا، سمبوسة جبن كرافت، سمبوسة وايد أنواع مختلفة. ما أدري أكيد أنت لك رأي بعد بهالموضوع. هذا مع التطوير الجديد ومواكبة نهضة التكنولوجيا زميلتي فاطمة. طبعا على فكرة أنا والزملاء يعني انت كنت بعيده، اتفقنا ان المصورين نروح بعد شوي المباركيه وناكل السمبوسه، فالله يعطيها الصحه والعافيه، شوقتنا يعني زميلتنا ريم تيتون على هذا التقرير المميز، والله يعطيها الصحه والعافيه. واحنا بهذا نكون قد وصلنا معاكم لختام هذه الحلقه من برنامج بعد السادسه، نلتقي معكم ان شاء الله في الغد مع زملاء اخرين. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلاقيكم على خير باكر باذن الله.